مرحبا فيكم وحياكم الله في برنامج حوار ملهم مع رياضية. راح نترككم اليوم تتعرفون على رياضيتنا لهذا اليوم. معانا فاطمة البلوشي، عرفينا عن نفسك فاطمة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اللاعبة فاطمة صالح البلوشي من نادي الشطرنج بالثقافة الفتاة الشارقة. زين فاطمة، منو أكبر داعم لك في مسيرتك الرياضية؟ أكبر داعم لي في مسيرتي الرياضية هي أمي الله يحفظها، وخاصة في مجال الشطرنج. الله يحفظها. إنزين، بعض المسابقات اللي فزتي فيها أو تتأملين تفوزين فيها في المستقبل؟ أنا أأمل أني أفوز في بطولة العرب التي تقام على مستوى الدول العربية. نصيحة أو رسالة توجهينها للجمهور؟ نصيحتي للجمهور إن كنت رياضي في أي مجال ساهم ومارس في رياضتك. شكراً لتواجدك معنا في هذه الحلقة في برنامج حوار ملهم مع رياضية. نشوفكم في حلقة أخرى مع رياضية. شكراً.